حماده هيبتدي يواجه عدو اكبر بكتير في معركه داميه، تبتدي بغلطه صغيره قوي انه يتاوب من غير ما يحط ايده على بقه. الغبي. حاج حاج انا مزنوق عايز اخش الحمام. اسمع التاوب التاوب والنبي. طنط التاوبي لو سمحت، انا زي ابنك زي ابنك العاق لو سمحت، عايز اخش حمام. خطيبك وحش خشي فكري فيها على السرير بقى وانت بتنامي وبتتوبي. يا حاج انا مزنوق اخوك مزنوق انا ايه محسون التوب يا يا كيرلي. الشعب المصري معروف بتاعته مخدرات وجبت بجدعانته نسوان وجبت بكرامة يا حاج افتح بقك بقى. يا حاج ياما 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 مزنوق ياما يا اخوانا يا اساتذه مزنوق هفرقع. ايوه راحت فين راحت فين كنت جاي معاك راحت فين رجع يا فرج الله. لما بتفرج مره واحده طبعا المفروض في السكتش ده ان الممثلين ما يحطوش ايدهم على بقهم، بس احنا ما رضيناش الشيطان يطلع. هوبا بصراحه الشيطان موجود في روايات كتير، بس الروايات المؤكده في الثقافه المصريه انه دايما جعان هوبا ومزنوق هوبا. جعان ممكن افهمها، عندهم ما بيطبخوش اكلنا احلى، منطقي انه يبقى مستنيني اكل بالشمال او ما سميش هياكل معايا، ويمكن عشان كده معاه شوكه دايما في ايده لازم يبقى جاهز. بس هوبا انتوا متخيلين حجم التوافق العصبي العضلي الذهني اللي محتاجه الشيطان عشان يلحق يكسر في بقي في اللحظه اللي انا اتوبت فيها من غير ما احط ايدي؟ ازاي جاهز كده؟ في ناس بتلعب يوجا سنين ما وصلوش للمرحله دي. والاسطوره ما بتنتهيش هنا، لسه الشيطان ما خلصش كل العابه. اكل هوبا بس ناقصه حاجه كلنا سمعناها بصوت اي ام، ما تغنيش في الحمام لا ايه اعلى تتلبس. شفت الشيطان وقال للعبد اديتك الدنيا والوانها وبعت الاخره علشان وبقيت تخاف تروح منها ونسيت كمان الصلاة والفن. وبقيت تلعب بوكر وبتشرب جنوكر يلا يا عاصي وبتشرب جنوكر ليه صوتك حلو احساسك حلو الشامبو اللي بتستخدمه حلو خد انت صوتك حلو قوي 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 بجد يا جماعه انا حبيته بجد انا اول واحده لفت لك غنيت حسيت انا حسيت معاك قروني اتهز شعر ديلي اتهز شعر ظهري اتهز حته جوني ووكر حسيت ان انا بشرب معاك انا عايز البسك بس انت اللي هتختار مين اللي هيلبسك انا عايزه في فريقي يا جماعه يعني طالما هتلبس يعني فاسمحوا لي ان انا يعني بس من غير زعل يعني من غير ما حد يزعل انا هختار شيرين تلبس لي انا احبك انا اريدك شيرين هتلبسه انا احبك انا اريدك بس صوتك حلو انا احبك انا احبك اكتر انا احبك ينفع البسه معاك انا اريدك لا
انا عندي بس طلب صغير. قول. لو ينفع تلبسوني انتوا الثلاثه يكون شرف كبير. يلا يلا شرف لي. شرف لي. لبس جمال. هوبا هوبا. انت موهوب. ثانيه واحده. نفكر مشاهدينا المتسابق عادل لعور نبعت له اس ام اس على رقم 36 لو عايزينه يكسب ويتلبس تاني كل مره. نلبسه تاني. يلا يلا. هوبا. انا ريجاكس.